طولة هذا الموسم وتحقيق أول 3 نقاط لهذا الموسم. الاستعدادات ستستمر اليوم بعد أن كانت قد تأجلت أو ألغيت بالحصة التدريبية التي كانت مقررة بالأمس. التدريبات ستستأنف اليوم على الساعة 5 في الملعب الملحق للمركب الرياضي بمدينة فاس. بعد ذلك ستكون هناك ندوة صحفية للمدرب رشيد الطوسي، وهو أمر سيكون كل يوم خميس عندما يستضيف فريق المغرب الفاسي في مدينة فاس. كل يوم خميس ستكون حصة تدريبية يتبعها ندوة صحفية سيتحدث خلالها المدرب الطوسي عن استعدادات الفريق وعن أي أمور تهم وسائل الإعلام أو أمور تستجد في ذلك في مرحلة من المراحل. الحصة التدريبات ستنتهي غدا صباحا بآخر حصة تدريبية. بالنسبة للحالة الصحية للاعبين، هناك غياب لحبيب الله الدحماني بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الكوكب المراكشي، سيكون هو الغياب عن صفوف فريق المغرب الفاسي، إضافة إلى يوسف سكيتيوي الذي أصيب في اللقاء الودي الذي جرى يوم الاثنين أمام جمعية تازة وانتصر فيه المغرب الفاسي 5 أهداف دون مقابل. الفريق الرديف هو من خاض اللقاء أو اللاعبين الذين لا يخوضون اللقاءات بشكل رسمي. أصيب خلال تلك المواجهة يوسف سكيتيوي، هو الغياب الثاني عن صفوف فريق المغرب الفاسي، بينما زكريا الإسماعيلي وإبراهيم سيدي بيه سيكون حاضرا في المقابلة يوم السبت. بالنسبة للتذاكر اللقاء 8000 تذكرة طرحت اليوم للبيع بسعر 20 و50 و100 درهم. مكونات الماس تتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري كبير في لقاء يوم السبت، أن يكون هناك تشجيع حضاري وتشجيع إيجابي للاعبي فريق المغرب الفاسي، وأن يكون هناك ابتعاد عن كل ما قد يعرض الفريق لعقوبات مالية أو اللعب بدون جمهور. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة يوم السبت، الكناني كحارس أساسي وهو مركز لا يناقش بالنسبة للحارس الكناني. باقي اللاعبين هناك النمساوي، أيالا الإسباني، زكريا الإسماعيلي، علي بدارة، سيلا، حسام معنان، أشرف الزاهر، إبراهيم سيدي بي، التقناوتي، وبن شرقي، ووسام البركة. هذه الأسماء التي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب رشيد الطوسي في لقاء يوم السبت. هذه أهم أخبار فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي كما ذكرت يراهن على لقاء يوم السبت عندما يستضيف مولودية وجدة بمدربه المدرب الأسبق لفريق المغرب الفاسي عز الدين أيد جودي، مع الإشارة إلى أن اللقاء سيدوره الحكم بوشعيب لحرش. لقاء الأمال سيجرى يوم السبت أيضا على الساعة 11 صباحا في ملعب السعديين. أيضا فئات المغرب الفاسي ستستضيف فريق اتحاد طنجة يوم الأحد، أقل من 19 سنة وأقل من 17 سنة في الأسبوع الثاني لبطولة الفئات. هذه هي أهم أخبار فريق المغرب الفاسي. شكرا زميلي عادل، وإلى اللقاء. شكرا لك صديقي أمجد أبو جدلا. كان عندك لقاء مع الناطق الرسمي لفريق المغرب الفاسي خالد السنهاجي. نسمعوا السنهاجي لميكروفون صديق أمجد وكيهضر على العديد من النقاط التي تتعلق بالمغرب الفاسي. اللي جرى بالأمس هو كان واحد تغيير في البرنامج اللي قرروا المدرب في واحد الوقت وجيز، واللي ما استطعتش الإدارة تبعت برسالة من أجل تغيير الحصة التدريبية. تفاجأنا على أنه الإدارة ديال المركب عاطية ذاك التوقيت للفريق آخر تعذر على أنه تكون تجرى الحصة التدريبية. الأزمة مالية تنظن مجموعة ديال الأندية تتعيش هذه الأزمة المالية، من ضمنهم فريق المغرب الرياضي الفاسي اللي حاليا لا الرئيس ولا المكتب المسير في بحث مستمر باش ان شاء الله توصلوا جميع اللاعبين بالمستحقات ديالهم قبل نهايه هذا الشهر هذا ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لمدرسه المغرب الرياضي الفاسي، تم التعاقد مع الاطار الوطني السي عزيز السليماني. السنه الماضيه الكل تيعرف على انه بدينا معطلين شويش، لان من بعد الجمع العام الاستثنائي اللي خدينا المسؤوليه ديال التسيير، تم التعاقد مع السي عزيز السليماني. حاليا تنقوم بواحد العمل جبار، والحمد لله هذه السنه هذه كانت البدايه في الوقت ديالها. السنه الماضيه رغم الاكراهات اللي كنا تنعيشوا استطعنا اننا نزود الفريق الاول ب3 العناصر ان شاء الله اللي غادي تقول الكلمه ديالها داخل الفريق الاول،